قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن إيران ستفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع مجموعة الدول الست الكبرى. وأكد صالحي أن بلاده بدأت بالعمل على إزالة أجهزة الطرد المركزية المستخدمة في تخصيب اليورانيوم في إطار الاتفاق. وكانت طهران قد التزمت بموجب الاتفاق النووي المبرم في يوليو تموز الماضي بتفكيك أجزاء كبيرة من برنامجها النووي قبل رفع العقوبات الدولية المفروض عليها.